يحكى أن ملكا كان يعشق الصيد في الغابات، وكان له وزير يقرأ الطقس. جاء يوم أراد فيه الملك اصطحاب أسرته في الرحلة، فأكد الوزير سلامة الأجواء بل روعتها. وما إن توغل الموكب الملكي في الغابة حتى انقلب الجو فجأة إلى ماطر وعاصف، سقطت النساء في الطين وغضب الملك. وفي طريق العودة لمحوا كوخا يتصاعد منه الدخان، طرقوا بابه فخرج منه حطاب. سأله الملك: لماذا لم تخرج اليوم لجمع الحطب؟ أجاب: كنت أعرف أن طقس اليوم سيء فلم أخرج. وكيف عرفت ذلك؟ سأله الملك بدهشة. أجاب الحطاب: من حماري يا هذا، أنظروا إلى أذني عندما أصبح، فإن وجدتهما واقفتين عرفت أن الطقس غائم وماطر، وإن كانتا نازلتين فالجو مناسب للاحتطام. نظر الملك إلى وزيره وإلى الحمار، أبلغ الأول بطرده من البلاط الملكي، وأصدر مرسوما بتعيين الثاني وزيرا للطقس. ومنذ ذلك الحين صارت الحمير تتولى المناصب الرفيعة.